السلام عليكم وأهلا بكم في رحلة جديدة عن قرب. هذا البرنامج الذي يلتقي في رحلته العديد من الشخصيات المهمة في الأدب والثقافة والإعلام والسياسة والدبلوماسية ومجالات أخرى، مواضيع عدة نناقشها معكم عن قرب. وفي هذه المرة انطلقنا إلى أقاصي شرق آسيا، إلى الصين العظمى، حيث الاقتصاد المنطلق بقوة والقوميات المتعددة المتعايشة. كل هذا وأكثر سيكون مع أحد رجالات الدبلوماسية الصينية. مرحبا بكم في عن قرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة السفير تشاو تشينغ القائم بأعمال سفارة الصين في بلادنا. أهلا بك ضيفا عزيزا على قناة عدن الفضائية. سلام. اليوم يسعدني جدا أن أحضر هذه المقابلة وأتطلع إلى هذه المقابلة. نعم، في البداية أريد منك والمشاهد الكريم أيضا نبذة أو بطاقة تعريفية عن شخصكم الكريم. مشاهدون الكرام، أنا سعيد جدا لحضور هذه المقابلة. أنا القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، وأنا سعيد وشريف لأتولى هذا المنصب. علاقة تبادل بين الصين واليمن عريقة جدا، وطريقة حرير قديم يربط ببلدي. يصادف هذا العام الذكرى 68 لتأسيس علاقات دبلوماسية صينية اليمنية لنبذل جهود مشتركة لتعزيز وتجسيد صداقة صينية اليمنية. نعم، هذا سنأتي إليه فيما بعد. الناس يعرفونك دبلوماسيا ولا يعرفون أيضا عن مراحل النشأة والطفولة في الصين، لذلك نتطلع عن لنتعرف لتفاصيل عن شخصية السفير تشاو تشينغ المختلفة، التعليمية وما إلى ذلك. أنا معتز بمنصب الدبلوماسي الصيني، وأتطلع إلى تعزيز الصداقة الصينية اليمنية بفضل هذا المنصب، لنبذل جهود مشتركة لدفع تطول علاقات ثنائية. سياسة خارجية صينية تتمسك بموقف عادل وإنصاف واحترام المتبادل، سواء هذه دولة كبيرة أو صغيرة. الصينية لن تخضع إلى دول أخرى. الصين واليمن أخوات وشركاء ودية، وأتمنى أن نعزز تواصل وترابط بين الصين واليمن في المستقبل. يعني الشيء بشيء يذكر. بما أنك ذكرت كل هذه التفاصيل، مبادئ التعايش في الصين، هذا البلد المترامي الأطراف، نريد لمحة عنه، وكيف يمكن تطبيقه في الدول الصديقة ومنها اليمن؟ قبل 70 عاما طرحت الصين مبادئ 5 للتعايش السلمي، وهدفه تحقيق التعايش السلمي واحترام متبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الآن مبادئ 5 للتعايش السلمي تصبح جزءا مهما في قانون دولي، وتربط دور مهم في تبادل بين الدول المختلفة. كما إن الصين تسعى إلى بناء مستقبل مشترك للبشرية، لكي سنحقق الأهداف مثل التنمية المستدامة والتنمية المشتركة. قبل أيام عقدت الصين مؤتمر لذكرى مبادئ 5 للتعايش السلمي، وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا المؤتمر وطرح كلمة فيها. هو أعلن أعمال 8 لتعزيز التعاون بين الدول النامية. الصين ستقدم 100,000 فرص للدراسة وتدريب للدول النامية. من الآن إلى عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة واردات الصينية من دول النامية 8 تريليونات دولار أمريكي. وأتمنى أن اليمن يستفيد من هذه الأعمال ومن هذه المبادرات.
نتمنى ذلك معالي السفير. نقاط كثيرة ذكرتها في هذه النقطة اللي هي مبادئ التعايش والاحترام المتبادل وتقديم الفرص. اليوم الصين كدولة عظمى وتواجد كبير في الساحة الإعلامية، ما الدور الذي تلعبه في الشأن اليمني؟ الصين تلعب دور ناشط وبناء في قضية يمنية. الصين تبذل جهودها في مستويات ثلاثة: المستوى الدولي، الصين تدعم اليمن في مجلس الأمن. النقطة الثانية في مستوى إقليم، في العام الماضي دفعت الصين استئناف علاقات دبلوماسية بين السعودية وإيران. أتمنى أن هذا الحدث سيخلق ظروف مناسبة لحل القضية اليمنية. النقطة الثالثة هي في مستوى ثنائي، الصين تجري تواصل وترابط بين الأطراف اليمنية المختلفة وتدفع استئناف عملية سلمية في اليمن. باختصار، نتمنى وندعو الأطراف المعنية المختلفة أن تجلس على طاولة قريبا لكي سيحقق السلام قريبا. هذا ما يتمناه الجميع معالي السفير. طبعا عملك كقائم بأعمال السفارة الصينية في بلادنا اليمن سنوات عدة، لا شك وأن فيها الكثير من المواقف والكثير من الذكريات. هذا ما سيكون حديثنا فيه بالجزء الثاني عن قرب وفقرة اليمن عن قرب، لكن أستسمحك والمشاهدين الكرام بفاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في عن قرب مع القائم بأعمال سفارة الصين في بلادنا، ومعكم نحو فقرة اليمن عن قرب. معالي السفير، يعني تفاصيل حول وظيفتكم الدبلوماسية كقائم بأعمال سفارة الصين في اليمن، يعني متى بدأت بهذا العمل وهذه الوظيفة كقائم بأعمال سفارة الصين في بلادنا اليمن؟ قبل عامين بدأت عمل في سفارة الصينية لدى اليمن، وأعتقد لدي مسؤول كبير في كتفي، وأتمنى أن أبذل جهود ومساهمات في دفع علاقة الصينية اليمنية وتحقيق السلام في اليمن. بذولكم وبصماتكم واضحة معالي السفير. إذا عدنا قليلا إلى الوراء، مرحلة النشأة والشباب بالتحديد، هل كان يعتقد السفير تشاو تشينج أنه سيكون يوم من الأيام سفير، وأين؟ في اليمن جنوب غرب آسيا. علاقة الصينية اليمنية ودية وعريقة، وقبل 68 عاما تم تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين. سأبذل جهود مع زملائي لدفع تنمية علاقات ثنائية. نتمنى للجميع التوفيق. أنت زرتم اليمن وبالتحديد المكلا وعدن، وافتتحتم مشاريع تنموية لبلادنا، صديقكم الدائم. نريد لمحة عن هذه المشاريع. الصين واليمن صديق وشريك ودي. بعد تأسيس علاقة دبلوماسية بين البلدين، قدمت الصين مئات مشروع تعاوني لليمن، بما فيها طريق الصين وجسر الصين. خلال زيارتي إلى محافظات اليمنية المختلفة، وجدت كثير من البصمات الصينية. قبل أشهر قمت بزيارة إلى عدن، وقمت بزيارة إلى مستشفى الصيني بمرافقة معالي وزير الصحة قاسم بوهيبة، وشفت كثير من البصمات الصينية موجودة في اليمن. الصين قدمت أكثر من 1000 قطعة من المساعدات الطبية إلى اليمن، وأنا سعيد جدا لحضور ملاسم واستلام لهذه المساعدات الطبية. في الماضي كانت الصين ترسل 3500 طبيب إلى اليمن، وكنا نبذل جهود لتنمية الصحة في اليمن. في المستقبل الصين تستعد لتقديم مساعدات إنسانية وإعادة الأعمال في اليمن حسب قدراتنا. الصين ستقدم مزيد من الفرص ومشاريع لليمن عبر
مبادلة حزام والطريق ومبادلة التنمية العالمية ومبادلات الأخرى لكي نعزز علاقة تجارية بين البلدين. طيب مبادرة الحزام والطريق ولأن الشيء بالشيء يذكر، مدى استفادة العالم من هذه المبادرة واليمن بالتحديد؟ قبل 10 سنوات طرحت سويني مبادرة حزام والطريق، وحتى الآن حوالي 150 دولة توافق على بناء مبادرة حزام والطريق. هذه مبادرة ساهمت في استثمارات ما يقرب من تريليون دولار أمريكي، ومشاريع تعاونية لهذه المبادرة منتشرة في أنحاء العالم بما فيها طريق وميناء وجسر، وهذه مبادرة تفيد شعوب من دول مختلفة. في عام 2019 تم توقيع مذكرة تفاهم بين سويني واليمن حول مبادلة حزام والطريق، وأتمنى تحقيق سلام في اليمن قريبا لكي اليمن يشارك في بناء مبادلة حزام والطريق بنشاط وحيوية. في عام الماضي تم توقيع اتفاقية بين سويني واليمن، السويني ستقدم 100 مليون عملة سوينية لليمن بحسب النقدية. خلال زيارة معالي وزير الخارجية شيا زنداني إلى الصين، تم توقيع اتفاقية أخرى. الصين ستقدم دفعة جديدة من المساعدات النقدية إلى اليمن بمبلغ 50 مليون عملة سوينية. الآن حكومتان السوينية اليمنية تناقش حول كيفية استخدام هذه المساعدات النقدية، وأتمنى أن هذه المساعدات ستفيد للشعب اليمني. بالإضافة إلى ذلك، الصين تقدم منحة دراسية لليمن أيضا. الآن حوالي 6500 طالب يمني موجود في الصين. بالإجمالي حوالي 30,000 يمني موجود في الصين. أتمنى أن ندفع التنمية في اليمن ونحقق انتعاش في اليمن بفضل هذه التبادلات والتعاونات. نعم، أنت سبقتني بالإجابة حول موضوع اليمنيين الموجودين أو اليمنيون الموجودون في الصين ومنهم الطلاب، وأنت سبقتني في الإجابة ونتمنى المزيد في المستقبل القريب. ذكرت أيضا يعني السلام في اليمن. أنا أريدك من وجهة نظرك الدبلوماسية أن تقول لنا واقع أو وضع الواقع السياسي في بلادنا اليمن من وجهة نظرك. نتطلع إلى تحقيق اختلاف في عملية سلمية في اليمن، ونتطلع إلى مزيد من الأخبار الجيدة في اليمن. بعد تولي منصب في السفارة الصينية لدى اليمن، مع أسف شديد لم ننجح في تمديد خطتنا، وحتى الآن لا حرب ولا سلام في اليمن. لذلك أدعو أطراف المعنية أن تجلس على طاولة قريبا لكي ستنتهي حرب في اليمن قريبا، وهذا حرب تتواصل حوالي 9 سنوات. نعم 10 سنوات وليس 9 سنوات. أنا مثل ما ذكرت واقع، وذكرت أنت أيضا واقع اليمنيين في الصين، أريد أن أذكر أيضا الأفراد ربما قليلين الموجودين الصينيين في اليمن، الشركات والعاملين وأيضا الموظفين، ما هو واقعهم؟ في الماضي نفذت الصين حوالي 100 مشروع تعاونية في اليمن بما فيها في مجالات طرق وجسر واتصالات. بسبب حرب في اليمن في عام 2015 انسحبت الشركات الصينية من اليمن. نتمنى إخلال السلام في اليمن قريبا لكي سيخلق الظروف مناسبة لعودة استثمارات أجنبية إلى اليمن. نعم نتمنى ذلك طبعا. أنا أريد أن أسألك عن ما الشيء الذي يجذب الصينيين والسفير الصيني تشاو شينج في اليمن بالتحديد.
يعد يمن لؤلؤ في الجزيرة العربية من حيث تاريخ وحضارة. مملكة سبا قديمة أدرجت إلى قائمة التراث العالمي. اليمن يتمتع بتراكم ثقافي عميق، وأعتقد هذه نقطة جذابة للصينيين. قمت بزيارة إلى مدينة سيئون، وأعتقد هي نتوها السحاب في صخراو، وهذه نقطة أخرى التي تجذب الصينيين أيضا. وأعتقد عدن جميلة أيضا، لأن عدن يتمتع بمنازل جميلة وسواحل طويلة. قد التقيت مع مسؤول في هيئة حماية التراث اليمني، وأعتقد بالنسبة للصين واليمن علينا أن نتعلم ونستفيد بعضنا بعضا. الصين طرحت مبادرة حضارة العالمية وهدفها لتحقيق احترام متبادل بين حضارات المختلفة وتحقيق ازدهار في بستان الحضارات. نعم، يعني قلنا شيئا كثيرا في هذه المقابلة ويسعدنا ذلك. الشيء الذي تريد أن تقوله في هذه المقابلة ولم أسألك عنه في عن قرب. أريد أن أتكلم لمشاهدين الكرام. أتمنى أن تصبحوا جسر تبادل وتواصل بين الصين واليمن. إذا لديكم فرصة مرحبا بزيارة إلى الصين. يمكننا أن نعزز التعلم والاستفادة بشكل متبادل في مجال حوكمة وإدارة دولة وفي مجالات الأخرى، ونجاح وتوفيق لهذه البرنامج. شكرا جزيلا السفير تشاو سين القائم بأعمال سفارة الصين في بلادنا اليمن. كانت الرحلة معك شيقة في عن قرب. شكرا جزيلا لك وإلى لقاءات إن شاء الله. شكرا. شكرا على هذه الفرصة. أتمنى أن ألتقي ونجري تواصل معكم ومع مشاهدين عن قلبي. شكرا جزيلا ونتمنى ذلك. الشكر لكم أيضا أنتم مشاهدين الأعزاء متابعي قناة عدن. إلى رحلة أخرى عن قرب، لكم تقديري أنا عيسى المرشدي. السلام عليكم ورحمة الله.